من ألذ وأطعم وأبسط السندوتشات اللي ممكن نشتريها من بره، سندوتش البطاطس السوري. هعمله معاكم بكل تفاصيله وكل تكاته على أصوله زي ما بيقولوا. تابعوا الفيديو وجربوه هيعجبكم. حاجه كده هبتدي بيها هو العيش. عملت العيش معاكم قبل كده بس هعمله تاني معاكي في الفيديو ده علشان يبقى الفيديو بتاعي شامل، العيش بقى والتوميه والبطاطس. فهنعمل اول حاجه كده هنبتدي بيها عشان نسيبها ترتاح هو العيش. معايا كيلو من الدقيق، معايا معلقه كبيره كده من السكر، معلقه كبيره من الملح، 10 معالق كبار من الزيت، معلقتين كبار من البيكنج باودر. العيش ده ما تحطش فيه خميره، تحط فيه بيكنج باودر علشان يبقى سهل علينا ان احنا نفرده. ومعايا معلقتين كبار من الحليب المجفف، ممكن ما تحطوهوش خالص او باكو يعني زي ما انتم شايفين كده، ممكن ما تضيفوهوش لو انت مش حابه ان انت تضيفيه. ومعايا بقى ميه دافيه للعجن، تقريبا كيلو الدقيق بياخد له 3 كوبايات ميه، اللي هي الكوبايات اللي هي الشفافة اللي موجودة عندنا كلنا في كل بيت دي. فأنا هحط المية بعيني كده علشان عايزين العجينة بتاعتنا تكون ايه يعني متماسكة، ما تكونش تكون متماسكة وطرية في نفس الوقت. هنزل كده بالملح، كل المكونات الجافة هنزل بيه، السكر، البيكنج باودر. انا كنت معاكم عاملة معاكم قبل كده العيش ده بس كان نص المقدار، يعني 4 كوبايات من الدقيق. لو حابين بقى تقسموا الكلام ده اقسموها براحتكم. طبعا احنا ممكن نعجن العيش بالحليب او باللبن بدل الميه، يعني ما نحطش الحليب المجفف ده. اهو قلبت كده الكلام ده كده على الناشف اهو. بعد كده هبس الدقيق بالزيت ده، هعمله بالشكل ده كده، هعمله بقى وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بقى بالشكل ده كده اهو، هنزل بقى بالميه تدريجي زي ما قلت لكم، وابتدي بقى ان انا اعمل. عملت العجينه بتاعتي وبقيت بالشكل ده كده اهو، شايفين انا عاوزاها القوام بتاعها يكون متماسك زي ما انتم شايفين كده، طريه ومش بتلزق خالص. الطبق بتاعي نضيف اهو، كمان العجينه زي ما قلت لكم طريه ومش بتلزق، يعني مش بتلزق في ايدي ولا حاجه. خلاص هسيبها بقى ترتاح كده لمده ساعه نص ساعه. هي انا عارفه ان هي ما فيش فيها خميره بس كل ما تسيبي العجينه بتاعتك ترتاح كل ما تبقى حلوه وياكي وتتفرد كده وتبقى جميله قوي. هغطاها كده في كيس علشان طبعا الوش ما ينشفش، وان شاء الله لما اجي افردها اوريها لكم باذن الله. اهم حاجه بس ان هي ترتاح. انا فضلت اعجن فيها لمده 10 دقائق لحد ما وشها بقى ناعم كده عشان تبقوا عارفين. بس البطاطس بقى اهي قطعتها بالشكل ده كده اهو، صوابع تكون لا رفيعه قوي ولا تخينه قوي، بالشكل ده كده اهو شايفين. بعد كده غسلتها كويس جدا بالميه الجاريه علشان انزل الميه والنشا اللي بتبقى موجوده فيه، وحطيت عليها ميه عاديه خالص من الحنفيه. هنزل عليها بربع كوبايه كده من الخل ومعلقه كبيره من الملح بس، واسيبها بقى كده في الثلاجه لمده ساعه. خلاص اهو هسيبها في الثلاجه لمده ساعه. كمان لازم نخلي بالنا من نوع البطاطس، يعني البطاطس بتاعتك يستحسن ان هي تكون بطاطس تحميه. خلاص هعمل بقى معاكم ابسط طريقه للتوميه السوري، عملتها وياكم قبل كده في الفيديو بتاع فتت الشاورما، هسيب لكم لينك الفيديو تحت في صندوق الوصف. معايا كده كوبايتين ونص من الكوبايه دي، كوبايتين ونص من الميه، حطيت كده كوبايه كده، كوبايتين ونص من الميه. معايا كمان 3 معالق كبار مليانين من النشا بالشكل ده كده اهو، ادي 1 2 3. هقلب الكلام ده على البارد وبعد كده اخده على النار.
حطيت كده الميه والنشا على النار، ايدي فيها كده لحد ما تتماسك، وهرجع لكم تاني باذن الله. الميه والنشا زي ما انتم شايفين كده اهو اتمسكت بالشكل ده كده. لو انتم فاكرين لونها في الاول كان لونها ابيض زي لون اللبن كده، دلوقتي بقى لونها شفاف زي ما انتم شايفين، وده طبعا المطلوب علشان طعم النشا ما يبانش في التوميه. خلاص كده مدام بكبكت كده وبقت بالشكل ده كده، يبقى خلاص هقفل عليها النار واسيبها تبرد تماما. كده القوام اهو، هاخدها بقى ادخلها التلاجة او الفريزر مثلا لمدة ساعة، عاوزاها تبرد تماما. دي حاجة مهمة جدا ان هي لازم تكون باردة جدا. ده كده العيش اهو بعد ما ارتاح نص ساعة اهو، هبتدي بقى ان انا ايه اعمل زي رول كده، وتقطعي بقى الرغيف بتاعك زي ما انت عاوزاه، عاوزاه كبير صغير براحتك يعني. نرجع بقى كده للبطاطس، انا صفيت البطاطس من الميه اللي كانت فيها، لازم نصفي البطاطس زي ما انتم شايفين كده، ونتاكد ان مفيش فيها اي نسبه ميه خالص. خلاص ممكن كمان تفرديها على فوطه لو انت حابه يعني. هاخدها بقى احمرها نص تحميره، الخطوه دي بتديكي قرمشه رهيبه جدا جدا، ان انت تحمري البطاطس على مرتين. اول سر من اسرار قرمشه البطاطس هي نوع البطاطس طبعا. ثاني سر الخل، اضافه الخل في الميه بتاعه البطاطس بيديها قرمشه جميله. وتالت سر بقى هو ان احنا نحمرها على مرتين. تعالوا بقى مع بعض نشوف وانا بحمرها. هنا كده الزيت بتاعي سخن، هنزل بالبطاطس بتاعتي كده. هسيبها بقى كده على النار عالية وحمرها نص تحميرة، مجرد ما البطاطساية تمسك نفسها كده ولونها يبتدي يصفر وتبقى سهلة ان انا اعرف اطلعها، اطلعها وافردها واسيبها تبرد، ووقت الاكل بقى احمر التحميرة التانية. خلاص هما في المطاعم بيعملوا كده، بيحمروها على مرتين، وقت تقديم السندوتش بيحمروها التحميرة التانية. خلاص نرجع بقى كده للعيش، هعمل معاكم رغيف واكمل الباقي انا. هعمل كده زي رشاط كده من الدقيق، تقدري طبعا تفرديه على زيت وتقدري تفرديه على دقيق. شايفين العجينه طريه وجميله ازاي؟ بططي كده الاول الرغيف على شكل دايره علشان يطلع معاكي مظبوط لما تعمليه بالنشابه. والشكل ده كده انا عايزه العجينه بتاعتي تكون مفروده وتكون شفافه خالص، يعني على قد ما انت قادره تكوني فرداها كويس، وهتقدري بقى تنقليها بسهوله جدا للطاسه بتاعتك. طبعا الطاسه انا حطها على النار علشان ايه تسخن خالص. حطيت كده صينيه على النار اهو، علشان انا عايزاها سخنه خالص ودرجه الحراره بتاعت النار تكون متوسطه. جبت كده رغيف العيش اهو من على الرخامه بكل سهوله، شايفين ايدي كده باينه منه اهو، وفضلت افرد فيه لحد ما بقى شفاف بالشكل ده كده اهو. عشان كده بقول لكم العجينه بتاعتنا تكون متماسكه اهو. تبتدي ان انت تحطيه بقى وتسرعي ايدك بقى، افردي العجينه كده. انا عايزاه بس لحظات كده على النار، طبعا الصينيه صغيره على الرغيف، النار بتاعتنا لازم يا جماعه تكون متوسطه. خلاص مجرد ما تحسي ان الرغيف اتمسك معاكي كده شويه بتقلبيه اهو،
بالشكل ده كده. تفضلي بقى تلفي فيه كده لحد ما تحسي ان هو استوى، بس دقيقة بسيطة بس، ما بياخدش وقت على النار. بس كده هشيله بقى كده من على النار واحطه في صينية، ولازم يكون لازم تغطي العيش. شايفين؟ سخن جدا، غطيته كده زي ما انتم شايفين اهو. حاجة مهمة جدا ان هو لازم يتغطى. هكمل بقى كله بنفس الطريقة دي. كده شكل البطاطس اهي وهي في القلية الاوانية. ما تحاوليش ان انت تقلبوها خالص الا بعد ما تحس ان هي تماسكت كده واصفرت بالشكل ده، لان لو قلبتها قبل كده هتتكسر معاكي. شايفين؟ تقدري كده ان انت تطلعها بكل سهولة اهو. صفيها من الزيت. انا مجهزة جنب مني كده طبق اهو، هطلع فيه وافرد فيه البطاطس، وممكن اكمل الباقيين في طبق تاني. انا عايزهم يبردوا خالص يعني. اول مره ما تفرديش في الطبق مناديل، ممكن تفردي مناديل في القليه الثانيه يعني. اهو هسيبهم بقى كده يبردوا وارجع لكم تاني باذن الله. بعد كده ما دخلت الميه والنشا الثلاجه اهو، شايفين تماسكت وبردت تماما بالشكل ده كده اهو. بقيت مكونات بقى التوميه، معايا كوبايه كده من الزيت، ومعايا معلقه ملح صغيره، عصير نص ليمونه كبيره او ليمونه صغيره، 5 فصوص توم. لو انت بتحبي التوم يكون باين في التوميه حط 5 فصوص توم اللي هو الحجم المتوسط، او 3 فصوص لو انت مش بتحبي التوم يكون ظاهر قوي يعني. ومعايا هنا نص معلقه صغيره من الخل. هجيب بقى دورق الخلاط كده وانزل بالنشا. اهو هنزل عليها كده بالخل. التوم يستحسن التوم يتحط مفروم، لان لو حطيتيه سليم مش هيتفرم فرم جامد يعني. هنزل كده بالليمون. طبعا تقدري تطعميها بمعلقتين زبادي، معلقتين مايونيز، براحتك خالص. دي اسهل طريقه لعمل التوميه. هاخد بقى الكلام ده اضربه كده في الخلاط، وبعد كده هنزل بقى بكوبايه الزيت دي من الفتحه بتاعه الغطا بتاع الدرق بتاع الخلاط كده، انزل بيه زي سرسوب كده من الزيت. هوريكم كل حاجه دلوقتي واحنا بنضرب كده وشغالين مع بعض. هننزل ايه بسرسوب كده من الزيت. ده كده القوام بتاع التوميه اهو بعد ما ضربتها. فضلت اضربها لحد ما حسيت ان هي ايه بيضت معايا كده والقوام بتاعها زاد. شايفين القوام؟ طبعا هي لما تدخل الثلاجه بتمسك عن كده كمان او بتتقل عن كده، فده السمك المظبوط ليها وهي قبل ما تخش الثلاجه. جربوها هتحبوها قوي. طبعا اللي حاطلها لون مصفر كده حاجه بسيطه هو الزيت، فطبعا تخلي بالكوا برضو من نوع الزيت اللي انتوا بتحطوه فيه. لو الزيت نوعه كويس طعم التوميه هيطلع تحفه. بس كده دي التوميه اهي، هدخلها بقى التلاجه اسيبها لمده ساعه، هغطاها بالستريتش وهوريكم الاستريتش هغطاها بيه ازاي. جبت كده قطعه من الاستريتش اهي، والاستريتش لازم يكون ملامس ايه للتوميه كده من جواها. ليه بقى؟ علشان ما تعملش وش وهي لما تبرد يعني. خلاص اهو حطيت كده الزيت على النار اهو عشان احمر البطاطس المره الثانيه. لازم الزيت بتاعنا يكون سخن جدا علشان البطاطس ما تشربش معانا زيت. شايفين البطاطس عامله ازاي من قبل اصلا ما تدخل التحمير للمره الثانيه اهو. طبعا انت في الحاله دي ممكن تفرزيها، لو انت عايزه تفرزيها بالشكل ده بتكيسيها كده او بتحطها في علب وتفرزيها زي الفرم فريتس بالظبط اهو. هتحطي بقى كل كميه البطاطس بتاعتك كده بالشكل ده كده اهو. انا كنت حاططها في الثلاجه شويه عشان تبرد بسرعه يعني. هسيبها بقى كده تتحمر كويس جدا كده اللون اللي انا عاوزاه يعني، وبعد كده
اطلعها بقى من الزيت على مناديل ورق. كده كل حاجه جاهزه معايا، العيش جاهز اهو زي ما انتم شايفين كده، كمان التوميه جاهزه اهي، ودي اسهل طريقه للتوميه، ومعايا خيار مخلل. ان شاء الله كده في فيديو في الفيديوهات الجايه هبقى اوريكم طريقه تخليل الخيار بطريقه صح، نفس اللي بنشتريه من بره بالظبط. ومعايا هنا ميكس جبن، اي نوع جبنه بقى موجوده عندك، مشلله، موتزاريلا، اي حاجه. تعالوا بقى نركب كده الساندوتش على بعضه ونحطه بقى ايه في الطاسه يتحمص. كده التومية اهي شايفين، طبعا هي لسه ما بردتش قوي في التلاجة، بس انا هستخدمها بقى، فاهميني؟ هي لما تبرد قوي بتدخل عن كده كمان سنة. حطيت طاسه كده على النار، هنزل فيها بشويه كده من الزيت، بس حاجه بسيطه خالص اهو. افرد الزيت بالشكل ده كده في الطاسه، واحط بقى ايه السندوتشات بتاعتي اهو. اخلي النار هاديه خالص عشان السندوتش يتحمص كده ويبقى مقرمش كده ولونه حلو، لو لونه غمق يبقى طعمه مش كويس. خلاص، لو انت عندك بقى جريل يبقى احسن، يعني تحط فيه السندوتشات بتاعتك بالشكل ده كده. طبعا الجريل يبقى احسن عشان ياخد الخطوط بتاعت ده كده شكل الساندوتش اهو اللي بنقف عليه طوابير، شايفين؟ شايفين جميل ازاي؟ ما شاء الله زي اللي بنجيبه من بره بالظبط. الفرق بس في الخطوط بتاعت الجريل، شايفين اهو؟ ده كده من جوه اهو بالشكل ده كده اهو. اتمنى كده ان انتوا تجربوه، ان شاء الله يعجبكم باذن الله. ولو عجبكم بقى الفيديو بتاعي اتمنى ما تنسونوش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة. في أمان الله.